السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة السي سي إن إيه. في الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنعمل الـ IB version 6 lab. قبل ما نبتدي، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات واعمل لايك وشير للفيديوهات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أول حاجة بيقول لك build above topology. طيب، هي already هتلاقيها أنت مبنية في الباكت تريسر وتقدر إن أنت تشتغل عليها على طول. طيب، نيجي للحاجة التانية، configure host names for routers. ماشي، خلينا نقفل ده كده، نعمل host names للراوترز، ده هنسميه كايرو. هنا بقى مش طالب منك باسوردات ولا حاجة، خلاص المفروض بقى إن إحنا كبرنا على الكلام ده هوت. ثانية واحدة، ماشي، كايرو، في عندنا أليكس، ماشي، في التالت أسوأ، تمام. طيب، عندنا ايه تاني؟ configure interfaces between Aswan and Alex using EUI 64. ماشي، we record the chosen IP version 6 addresses and compare them with interfaces MAC addresses, ensure that both routers can ping each other. اوكي، طيب، يبقى ما بين Aswan و Alex هنشتغل EUI 64. خلينا كده نشوف ما بين أسوان وأليكس. طيب، نرجع الأوكال للتوبولوجي. هو ما بين أسوان وأليكس سيريال 011 وسيريال 011 من الناحيتين. أوكي، ندخل على أليكس الأول. نوصط IPv6 address. خلينا كده الأول نكبر الفونت هنا عشان أنا حاسس إن الفونت كده صغير. تقريبا بعد ما عملت أبديت لآخر فيرجن من الباك تريسر الفونت بقى صغير. ماشي، طيب، خلينا إحنا كنا داخلين على أليكس. نعمل السبنت 2001/3/ لا مش هتبقى سلاش بقى، من 20، لا معلش دي غلطة، سلاش 64 EUI 64. ماشي، هنصلح ديت، هبقى اصلحها. طيب، وهنيجي نفس الكلام، احنا كده عملنا على أليكس، نعمل ناحية أسوان نفس الكلام. هذه AI 64، مش نيجي احنا عادية نصلحها 6/4. ماشي، هنا الرسمة. طيب، أنا بناخد سكرين شوت تاني للرسمة أحطها في الوورد فايل. طيب، نشوف كده أليكس بقى أي بي هو إيه. شو ممكن نجيب الباكت تريسر. أليكس بقى أي بي هو إيه؟ شو أي بي في 6 انترفيس بريف سيريال 0/1/1 أو انترفيس على طول سيريال 0/1/1. ماشي، ادي الادرس اهو، عبارة عن ده السبنت اي دي، وده كده اللي عمله ال اي او اي 64. فالمفروض انه 0/2/0/1، بس طبعا شال الزيرو اللي على الشمال، 6/3، وبعد كده بص حط الاف اف FE اهيت،
وبعد كده اي سي سي 6 9 A. تمام. طيب هو جاب الكلام ده اصلا بقى منين؟ خلينا كده نشوف حاجة، خلينا نشوف جيجا صفر على صفر. طيب شو انترفيس جيجا صفر على صفر valid. طيب صفر على صفر على صفر. بس شوف الماك ادرس بتاعه. ملو نشط. زيرو زيرو 40 هو. زيرو واحد زيرو أربعة. طب خلينا نطلع كده، أنا بس عاوز أعرف في الـ AOI 64 هو جاب الماك منين؟ ومفروض إنه بياخد ماك بتاع جيجا انترفيس من اللي عنده أوريدي، لأن السيريال ملوش ماك أدرس. شو ماك أدرس تيبل، مفيش ماكات. طيب هو واضح إن هو بيجيبه من يعني من حاجة من 4 6 2 4 4 6 2 4 وده هي 0 0 0 1 0 4 ماشي. هو ما قالش هنا يعني هي سيسكو بتتصرف في ماك من على الراوتر نفسه، بس ما بتقولش انهي ماك. ده دوت ليه السرايل. لو جيجا هياخد الماك بتاع الجيجا نفسه. المهم هنا ان هو قدر ان هو يحط اهوت انترفيس او يحط الهوست اي دي بنفسه. طيب ونيجي على اسوان هنلاقي نفس الكلام برضه، هو حط الهوست اي دي لوحده. هاجي انا هقول له شو اي بي في 6 انترفيس سيريال 0 على 1 على 1 اهو حطه من نفسه. تمام. طيب انا بقى فين؟ لا فين ال 2001 اهو. جميل. انا بقى هاخد دوت واعمل عليه بينج من اليكس اهو كوبي ده هنا، هعمل عليه بينج من اليكس بينج بيست اهو، قدر ان هو يبنج. ماشي. و هيبقى مفروض معايا يعني خلينا نكتبهم هنا برضه عشان ما في أليكس كنا بنكتب منين. هادي ده الـ IP بتاع أو الـ IP version 6 بتاع أسوان أهوت، و هيبقى بتاع أليكس فين بتاع أليكس هادي بتاع أليكس. تمام ماشي. وبعد كده
configure interfaces between أسوان وكايرو static IP version 6. أسوان هيبقى 1 وكايرو 2، وتأكد إن الاتنين بيبنجوا على بعض، أسوان وكايرو. دي كايرو وأدي أسوان، أسوان هيبقى 1 وكايرو هيبقى 2. طيب interface serial 0 على 1 على 0، no shutdown IPv6 address 2001.1.2 احنا في كايرو /64. ماشي، ونيجي على أسوان interface serial 1 على 0 على 1، no shut IPv6 address 2001.1. احنا قلنا ايه؟ كايرو كان 2 او اسوان 1، 1/64. خلينا كده من اسوان نقدر نبنج على كايرو، 1 2. معلش كتبت غلط، دبل دوت 2 بالظبط، بيبنج عادي. طيب وبعد كده configure interfaces ما بين Alex و Cairo using برضو static Alex 1 و Cairo 2، ما بين Alex و Cairo، Alex و Cairo، Alex 1 و Cairo 2. طيب نيجي هنا interface serial 2 على 0 نحط IPv6 address 2/1/64 وكايرو 0/2/0 نو شوت IPv6 address 2001.2.2/64. ماشي، بينج من كايرو على 2001.2.1 بيبينج على أليكس. طيب مثلا شو IPv6 نيبرز جاب لك اهوت ان الواحد الوحايد نيبر فين اهو سيريال 1 على 0 جابهولك، بس ليه ما جابش السيريال التاني؟ هو شايف نبر واحد بس، مع ان هو بيبنج على التاني عادي جدا. ماشي، ممكن يكون بياخد وقت يعني. طيب وبعد كده configure all PCs with respect to IP version 6 addresses و gateway يبقى دوت 1. طب احنا الاول هنكونفيجر الراوترز، الاول جيجا 0/0/0 نو شوت، ونديها بقى IPv6 دي بقى اللي هي ناحية اللان 2003.2.2/120، لا دوت 1 سوري مش دوت 2، هنشيل ده. ماشي سيف ده كده أليكس. طيب خش على كايرو انترفيس جيجا 0/0/0 IPv6 address 2003.1.1/120 نشط انترفيس جيجا 0/0/0 IPv6 address 2003.3/1/120 نو شوت. طيب بعد كده نيجي على البي سيز نفسها، نديها الاي بي فيرجن 6 ادرس اهوت. ماشي، هيبقى دوت 2003، احنا على اليكس بي سي اللي هو ده 2.2
والسبنت ماسك 120 والجيت واي 2003 الدوت 2 دبل دوت 1. طب نتأكد كده انه بيبنج الجيت واي. بنج 2003 2001 بيبنج الجيت واي بتاعته. ماشي، وننزل على أسوان بي سي نديله هو كمان 2003.3.2/120 2003.3.3.1 نبلغ بنج 2003.3.1. هنا 2003.1.2120 2003.1. ماشي، طيب بيبنج بنج 2003.1 بنج 2003.1. حلو أوي. ماشي، آخر حاجة بقى configure required static routing أو static routes، خليها صح. ونقول routers to allow PC reachability. ماشي، طيب أنا هاجي هنا على Alex هعمل static routing conf. انا هعمل كله اكزيس انترفيس عشان اريح دماغي. ممكن نجرب نعمل واحد منهم لينك لوكال، يعني خلينا هنا نجرب نعمل من على اليكس لينك لوكال لكايرو والاسوان. اقول له اي بي في 6 راوت، هعمل الاول ناحيه اسوان لان 3 دبل دوت سلاش 120. هاجي هنا بقى على أسوان سيريال 0 على 1 على 1 أجيب اللينك لوكال بتاعه شو اي بي في 6 انترفيس سيريال 0 على 1 على 1. هادي اللينك لوكال اهوت كوبي. مش ارجع تاني على اليكس، هنحط بقى نيكست هوب في اليكس اهوت. بص لو انا عملت كده قال لك ايه ده لينك لوكال لازم يبقى فيه انترفيس، فهعمل كده وهاجي قبلها واقول له سيريال 0 على 1 على 1 هيقبله. تمام، طيب وهعمل نفس الكلام ناحية كايرو بي سي كايرو لان، بس هظبط اغير بقى الانترفيس 2 على 0 واجيب اللينك لوكال بتاع سيريال من على كايرو شو ان شو اي بي في 6 انترفيس سيريال 0 على 2 على 0. هجيب اللينك لوكال منها اهوت. خلي بالك يا جماعه هو لو لا خلاص تمام. طيب ان انا لازم على 0 لازم في حاله اللينك لوكال اعمل الاكزيست انترفيس زي ما احنا اتفقنا. تمام كده انا خلصت اليكس. طيب نخش على اسوان، هعمله بقى باسوان باكزيت انترفيس عادي اي بي في 6 راوت. اعمل الاول اي بي في 6 راوت، انا المفروض الاول اكتب اي بي في 6 راوتنج يونيكاست راوتنج سوري. من غيرها حتى لو انت عملت الراوت يعني لو قبل الكوماند مش هيشتغل، لازم اكتب اي بي في 6 يونيكاست راوتنج وهرجع اكتبه على اليكس. طيب 2003.2/120 دوت هيبقى سيريال 0 على 1 على 1 و يعني على اسوان تحت هيبقى 1 0 وهيبقى هنا دوت. ماشي،
ده كده أسوان خلص، أرجع تاني لأليكسا انيبل عليه الراوتنج الكونف اي بي في 6 يوني. طيب انت هتقول لي طبعا، طب اشمعنى في الاي بي فيرجن 4 الراوتنج شغال على طول؟ لان الكوماند بتاع اي بي في 4 يونيكاست راوتنج ده مكتوب اصلا باي ديفولت. يعني هنا لو انت قلت له شو ران المفروض بيظهر على الرواتر ان هو مكتوب باي ديفولت، ممكن مش مكتوب هنا على الباكت تريسر بس بيظهر على الراوترز ان هو باي ديفولت مكتوب اللي هو اي بي في 4 يونيكاست راوتنج او اي بي يونيكاست راوتنج يعني. طيب انا على كايرو هعمل لي اللام بتاعت اليكس اي بي الاول يونيكاست راوتنج بعد كده اي بي في 6 راوت 2003 2 سلاش 120 يطلع سيريال 0 على 2 على 0 و 0 على 1 على 0 هتروح على 3. ماشي نجرب بقى نبنج ما بين البي سيز كده وبعضها. انا دلوقتي على البي سي بتاع اليكس هجرب هقول له بنج البي سي بتاع اسوان، بيبنج معايا. طيب وهجرب ابنج على البي سي بتاع كايرو بيبنج معايا. ماشي يبقى ناقص لنا نجرب اسوان بقى وكايرو. هاجي كده على اسوان واقول له بنج 2003 واحد اتنين بيبنج معايا. ماشي يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل ريتشابيليتي ما بين التلاتة بي سيز عن طريق الاي بي فيرجن 6. طيب كده احنا خلصنا اللاب، لان اللاب ده بيزك، لان هو ده يعني الجزء بتاع الاي بي فيرجن 6 هو بس مجرد انتروداكشن. فاحنا كده تمام الحمد لله خلصنا. ان شاء الله السيشن الجايه واحتمال اللي بعدها هتبقى المراجعه بقى على البارت بتاع الاي بي فيرجن 6 كله مع اسئله عمليه عليه. شكرا جدا ليكم واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.